أهلا بكم من جديد. تنطلق يوم غد الثلاثاء منافسات النسخة 24 من بطولة كأس الخليج العربي والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي صاحب الأرض والجمهور المنتخب القطري مع نظيره العراقي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وضمن المجموعة ذاتها يخوض المنتخب الإماراتي مواجهة سهلة نسبيا مع نظيره اليمني. من جهته أوضح كاتانيتش المدير الفني لمنتخب العراق أن فريقه يدخل بطولة كأس الخليج وهو يعاني من غياب بعض اللاعبين. وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي أن تحضيرات أسود الرافدين تسير بشكل مقبول وسيدخلون التحدي بالروح القتالية المطلوبة، لكن المنتخب العراقي سيخوض مباراة مهمة أمام نظيره القطري بغياب المحترفين مما سيؤثر سلبا على الفريق. من جانبه أكد مدرب المنتخب القطري فيليكس سانشيز أكد على جاهزية لاعبي العناب لمواجهة العراق في افتتاح بطولة كأس الخليج. وقال سانشيز إن الجماهير ستكون الداعم الأكبر للمنتخب الذي يسعى لحصد لقب كأس الخليج بعد أن حصد المنتخب لقب كأس آسيا الأخيرة. وعبر المدرب الإسباني عن رضاه عن مستوى اللاعبين، مؤكدا أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام العراق تساعد المنتخب على التأهل للدور الثاني. وللحديث أكثر عن استعدادات انطلاقة كأس الخليج انضم إلينا الإعلام الرياضي عبد الحميد عداسي عبر الهاتف من الدوحة. مساء الخير أستاذ عبد الحميد. في البداية، ما هي استعدادات الدوحة لاستقبال هذا الحدث الخليجي الكبير؟ شكرا أخي مهند، وتحية لكافة مشاهدي قناة المملكة. نقول على بركة الله، قبل 24 ساعة من ضربة البداية اكتمل عقد المنتخبات الواصلة لعاصمة قطرية الدوحة للمشاركة في خليجي 24 بوصول المنتخب البحريني كامل الصفوف قبل ساعة ونصف من الآن، بعد أن وصل كل من المنتخب الإماراتي وقبل المنتخب السعودي صباح اليوم وبقية الفرق. بالنسبة لأجواء حفل الافتتاح، سيقام على استاد خليفة المونديالي الذي يتسع ل 40 ألف متفرج وسط مظاهر احتفالية. نعم. شعارها تجسد بهلا بيكم التي جسدتها أغنية البطولة لفهد الكوبيسي، وتحضيرات مميزة تعتبر بروفا لبطولة أندية العالم التي ستقام بعد هذه البطولة. نعم، من خلال متابعتك عبد الحميد للمؤتمرات الصحفية التي جرت اليوم وغدا، ستكون الانطلاقة بلقاء قوي يجمع المنتخب العراقي وأيضا ضيف المنتخب العراقي، كيف شاهدت الأجواء أو التصريحات من كلا المدربين قبيل اللقاء؟ بالنسبة للقاء الافتتاح نهائي قبل الأوان بين المنتخب العنابي المنتخب القطري والمنتخب العراقي، فكلانا نعرف حسن الأداء وكلا الفريقين يتصدر التصفيات المزدوجة. نعم. لكن أعطي الفريق القطري هو أجهز الفرق استمالا، وهو بقيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز يسعى لأن يكون أول فريق خليجي يجمع اللقب القاري والخليجي في عام واحد. نعم. حيث أن لم يسبق لأي من الفرق التي حظيت باللقب الآسيا أو الخليجي بأن جمعتهما في عام واحد. أما المنتخب العراقي بالرغم من أنه مرشح قوي للمنافسة، لكنه يعاني من غياب 8 لاعبين يخوضون حاليا مواجهة نادي الشرطة العراقي مع نواديبو الموريتاني في ثم نهائي البطولة العربية. هذه المباراة التي تقام حاليا في استاد الوكرة، والفريق الشرطة العراقي يتقدم بأربعة أهداف مقابل لا شيء. نعم. فريق الشرطة يضم 8 لاعبين من المنتخب العراقي، الأمر الذي يستحيل على المدرب كاتانيتش الزج فيهم في لقاء الغد. ومع ذلك فإن المنتخب العراقي كما عودنا في لقاء إيران في عمان لا يعرف الاستسلام وسيبقى يقاتل حتى الرمق الأخير. نعم، هل لديك أي معلومات بانضمام لاعبي الشرطة العراقي إلى المنتخب العراقي يوم غد بعد انتهاء المباراة؟ تم سؤال كاتانيتش عن هذه النقطة فقال أنا أملك لاعبين جدد
سيقاتل باللاعبين في كف في على دكة البدلاء. نعم. ولكن اللاعبين موجودين، فمن يكون في قد يزج بلاعب أم لاعبين، لكن اليوم اللاعب الذي حضر المؤتمر الصحفي كان المهاجم علي عدنان. نعم. وهو معروف أيضا، ولكن باعتقادي بأنه من المستحيل الزج بهم جميعا غدا. نعم. ماذا عن مواجهة الإمارات واليمن، يعني ولمن تميل الكفة برأيك؟ يعني قد يبدو التاريخ بأن الإمارات، ولكن للأسف الشديد قد أفاجئك بالقول بأن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى، وقد يفعلها غدا المنتخب اليمني ويكون ندا، خاصة بأن الجمهور اليمني المتواجد في الدوحة جمهور كبير، ومنتخب الإماراتي يغيب عنه أبرز النجوم، يغيب عنه عموري، واستعان المدرب مارفيك استعاد بالعديد من اللاعبين فوق 23 من الفريق الأولمبي، فالأمر الذي قد ينذر بمواجهة متكافئة، وقد لا تبدو المباراة سهلة كما يبدو على الورق. نعم. يعني دعنا نذهب إلى بعيدا عن الناحية الفنية إلى الأجواء التنظيمية. تحدثت أن الأجواء كرنفالية الآن في الدوحة مع وجود الثمان منتخبات الآن، كيف تبدو الأجواء مثالية لكأس خليجي مميز في هذه النسخة على ما يبدو؟ قد تبدو عزيزي مهند، قد تبدو البطولة تنظيميا ستتجه اتجاه أكبر من أنها بطولة إقليمية، قد تتجه وكأنها مونديال مصغر. نحن نعرف بأن قبل أيام قليلة قد انطلق العد التنازلي لثلاث سنوات لانطلاق المونديال 2022 في نعم. قطر. نشاهد أنه سيتم تجربة المترو، وهو ستكون الوسيلة النقل لكافة جماهير البطولة، كما أن نعم. مبيعات التذاكر في ارتفاع مستمر، ولم تباع التذاكر فقط في قطر بل بيعت أيضا في عمان وفي الكويت، وهنالك إقبال كبير من الجمهور القطري، من الجمهور العماني، من الجمهور الكويتي. هل لاحظت هناك تزاحم أو إقبال جماهيري من دول الخليج لحضور كأس الخليج؟ نعم، الأرقام تشير أن هنالك حركة، بالإضافة إلى الجمهور القطري، أن هنالك جمهور كبير قادم. لاحظت هنالك جمهور كبير قادم من الكويت ومن العمان، حيث تم بيع عدد كبير من التذاكر في المجمعات التجارية في كل من الكويت وعمان. نعم نعم. بدي أشكرك جزيل الشكر على الإعلام الرياضي عبد الحميد العداسي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك.